يا حسرة قلبي عليك يا ستي، شايل الهم بدري. ليش بصير معنا هيك؟ ليه بيجي الأمل وبروح مرة واحدة؟ مليحة، إحنا ناس مؤمنين يا ستي، ما بنسأل هيك أسئلة. بعدين يا حبيبتي، أنا حاسة فيك من لما رجعنا من ليبيا، وأنا بشوف عينيك بتحكي عن أمل ما رح يتحقق. أنت اللي بتحكي هيك؟ ولا مين اللي كان بزرع فيه الأمل والتفاؤل وبحكي لي أوامر ربنا رح تتنفذ؟ اسمعي كلامي يا ستي وشيلي الموضوع من رأسك، بكفينا اللي فينا. ولا تنسي إنه قدامنا طريق طويل، طريق العودة للقطاع. مليحة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. ما تخافي يا ستي، أنا رح ضل معك وربنا معك. خلي لي إياك يا ستي. يا رب لا تتركنا يا رب.